الحاجه السلبيه هو التحكيم. زوج ضربات جزاء شرعيه كامله ما يعطيهاش. انا للاسف الشديد انا ما فهمتش اذا كان ما فهمتش هاد الناس هادو واش يشوفوا واش مباريات يحكموا. اذا كان يحبوا يخرجوهم كل ماتش نيلو كل ويكلو يقولوا لنا نبطلوا من البال وهذا نروحوا. فهمتني؟ مباريات ما عندها حتى معنى ويكلو، ما عندها. كون كان الجمهور تاعنا هنا لونطونت اليوم فاز خمسه. كون كان الجمهور تاعنا فهمتوا باش نقولها لكم برك، خاطر هما ماهمش في اعز ايامهم. هذه صراحه حنا رانا في اعز ايامنا. 12 مباراه زكريا ما يخسرش. تبغوا تخسروني بالسيف ما تقدروش تخسروني باذن الله معايا ربي. فهمتني؟ التحكيم تاعكم هذا السيء هذا، قداه النقطة راحت لنا 14 نقطة بسببها كل التحكيم. اليوم نلعب على بريمير بلاس، أنا ما نلعبش باش تعاني المولودية من السقوط. واحترموا هذا الفريق النادي الكبير هذا، احترموه واعطيو له قدره. فهمتني؟ والله تحكيم والله سيء للغاية، والله العظيم ما فهمتش أنا عمري ما نتهم الحكام نقول لهم هم مطرطين ولا مدايرين، بصح عيب وحرام عليهم الشيء اللي راهم يديروا فيه. هذا ما كان. شيخ راح تكون فرصه في الدقيقه الاخيره تاع الفوز. والله يا اخي الكريم هذه هي، احنا نضيعوا فرص كثيره. هذيك سبب واحد اخر. احنا نخلقوا لعب نلعبوا مليح. الكره كان شكون يشوف شكون يشوف لمسيه اليوم؟ تلعب كيما تلعب البارسا كيما تلعب الريال كيما يلعبوا الفرق الكبيره، لكن الله غالب احنا قدام المرمى نضيعوا. هذيك حاجه واحده اخرى. مازال لو مونك دو ريسيت تقعد لنا ديما هذا ما مش دي بيتر ما مش مولفيني ماركيو. شفنا اليوم الغيابات اثرت شويه تاع مقداد. لا ما اثر والو. كانت مقابله من اتجاه واحد، كان المولوديه فقط اللي تلعب في ارضيه الميدان. لا رغم كما يقول الاخر احنا لعبنا مع منتخب صح ولا لا؟ شكون المنتخب اللي كان في الميدان؟ الخضر ولا البويض؟ بالي الخضر هو المنتخب. لان الخضر كان عندهم زكري. شي يكونوا قاعدين لكم كاع رقم واحد في الجزائر زكري. بغاو ولا ما بغاوش؟ رقم واحد والله. رقم واحد والله رقم واحد. وما تسمحونيش 12 ماتش ما تحسنوش. البرصة البرصة هنا جيبوها لي. خصني غير البرصة جيبوها لي. سمحوني بالبرصة شريوها 3 ملاير ولا اورو وجيبوها لي تلعب انا. ميسي ما يربحنيش. بتبوده واش بيه بتبوده؟ في مستر يسمعنا ويكلو قلت له احنا عاقبوا ما نشوفوش. عاقبته فينا موجه مدين ولامكان هي عاقبنا مدين خلص شو يديروا نعدموه. وليدي كيف يا وليدي كيف هذاك 21 سنه وصوم جمهور تاع الدراك شيخ هذا لا 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 اصابه ما خرجناش دراك ما خرجنا الا باصابه وهي شيخ مازالت المولوديه توجور في المنطقه الاخيره. ماكمش تتمتعوا في الفوتبول اللي تلعبوا المولوديه؟ والله غير صح. صدام وبرا ملعب. والله غير نلعبوا مو فوتبول. باش تشوفوا. شيخ نقدروا نقولوا سميتو. هذه قال ميسي. ما كاينش لقطه في الشوط الثاني. مازال ربع غير جيبوا ميسي. الفرص ما كاينش في الشوط الثاني ناقصه الفرص. لا اخي خفت في لابار وحكمنا الميليو تاعنا كلنا احنا. خليك واش داروا؟ ما داروا والو. كيفاش الفريق تاعك قديم؟ الفريق تاعك كيفاش شفتوا اليوم؟ والله الفريق تاعي راح النهار رحت انا قلت له قلت لهم مورينيو لن يخلفني في الوفاق. هذه ما باش تفهموها. جابوا واحد الجوان تاعي كان يخدم في لاصال ميسكيلاسيون. فهمتني؟ جبتو باش يريكيبيري لي جوار من لي بليسير. عطاوه مسؤوليه اونترينا ولا ديما بسبع راهم يعاودوا يرجعوه. هذو في راسهم. هذاك الانسان سب الجزائر وسبنا ومسخ سمعتنا في الخارج الوطن. تعطيونه البوندوتوش مره اخرى في الجزائر والله ما تحشموه وماكم جزائريين. هاي تزيد تعطيو له البوندوتوش هذاك يسبنا ومسخنا كلش. انا 20 سنه في ايطاليا عمري ما مسيت الطليان هكا بشمو. راهي في قلبي هنا الطليان وديما نلبس لا توني تاع الطليان اللي عطاوها لي ديما نلبسها وديما نهضر عليها بخير. كش من نهار شفتوني راه من عانيت في الراسيزم ثم في الطليان كي كنت ولكن عمري ما هضرت عليهم بشو. وهذاك البلاد محترم اللي قراوني علموني اعطوني فرصه تاعي محترمهم. لكن هو والله ما احترمنا راه عليه ومسخنا في سردينيا يسكن في واحد الدوار يخدم فلاح. فهمت؟ جيبوا اعطيو له لونطون عيب عليكم. مباراة عندنا في اليوم خسروا بثلاثة شيخ. روحوا نربحوا احنا ما نخسروش انا ما نخسروش انا قلت لكم ما نخسرش كيف ناسيونال كيف ناسيونال بي ما خسرتش معاه جيبوا لي قاب. الله يا وشاوي انا شاوي عشي شاوي سيناد ديال زكريا راه كلها عندنا في ورش الله يطول عمرك زكريا انا ضيعت نقطتين من الحكم. هذا ما كان. كنا مسيطرين كل السيطره في الميدان. لعبنا مع فريق تعرفوا مليح فريق محترم فريق سطيف يعني هذا فريق تاعي سطيف ما نساوش هذا باحترامي كبير للجمهور سطيفي وكذا ولكن الجمهور تاع سطيف لازم يشوف الفريق نتاعو بنظره واحده اخرى. هناك تغييرات كثيره في هذاك الفريق اللي بغاو يديروا فريق في المستقبل. بالنسبه للمولوديه الان بعد هذه النتيجه
والله يا أخي كريم احنا نعاني وسبب المعاناة هم الحكام. هذا ما كان أنا 10 نقاط ضيعتهم بسبب الحكم. وكاس الجمهورية كاس الجمهورية دهولي دهولي دو بينالتي كنت ندي هنا كنت نطلع الفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. لحظة الدوا هذه كانت من عرض المباراة ولا سفر ضربة جزاء؟ والله يا أخي ثم خلاص خلص الماتش 2-0 هي خلص الماتش 5 خلص الماتش ب5 ثم لا للأسف الشديد احنا أكل